مشاهدينا الكرام، خلوني أتابع مع حضراتكم في خبر عاجل من الشرطة الكندية. تعلن أنها تتعامل مع حادث أمني في مدينة مونتريال بعد أنباء عن احتجاز رهائن، وتطالب سكان المنطقة الابتعاد من منطقة سان لوران. مرة ثانية من كندا، الشرطة الكندية تعلن أنها تتعامل مع حادث أمني في مدينة مونتريال بعد أنباء عن احتجاز رهائن، وتطالب سكان المنطقة الابتعاد عن منطقة سان لوران. طبعا هنتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل، لانه ما فيش انباء اذا كان حادث ارهابي او احتجاز رهائن بشكل اجرامي اكثر، وايضا يعني ما الذي يحدث تحديدا هناك. بعد طبعا الفتره الاخيره والاشهر الماضيه كان في بعض الحوادث المنفرده في اوروبا، ابرزها طبعا في فرنسا والنمسا، فهل دي سلسله جديده من الحوادث المتعلقه بالشكل الارهابي، ولا هو احتجاز رهائن لأسباب وتفاصيل أخرى؟ لسه بنتابع، دي لقطات حية على الشاشة مشاهدينا الكرام. الشرطة الكندية تعلن أنها تتعامل مع حادث أمني في مدينة مونتريال بعد أنباء عن احتجاز رهائن، وتطالب سكان المنطقة الابتعاد عن منطقة سان لوران.